فيما يتعلق بالندوة التي ننظمها اليوم والمتعلقة بصحافة فأس الحقائق من أجل محاربة الأخبار الزائفة والتضليل وكل ما يتعلق بالأخبار التضليلية والزائفة، فإنها تندرج ضمن واحد البرنامج ديال المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، اللي هو برنامج متوسط الأمد يتعلق أساسا بجوج أشياء: بالتحسيس بخطورة الأخبار الزائفة، ثانيا تدريب الصحفيين على كيفية محاربة الأخبار الزائفة، وثالثا حول كيفية إقرار سياسات عمومية من خلال التشريعات من خلال الممارسات من أجل إقرار سياسات عمومية من أجل محاربة الأخبار الزائفة، لا تتعلق أساسا فقط بالجسم المهني وإنما بمختلف المؤسسات المرتبطة والتي يمكن أن تلعب دورا في هذا الإطار. من هذا المنطلق تندرج يعني الشراكة ديالنا مع مؤسسة اليونسكو في هذا الإطار، الشراكة اللي انطلقت هذه واحد 3 سنوات وما زال مستمرة، لا سيما وأن منظمة اليونسكو راكمت تجربة مهمة في مجال يعني محاربة الأخبار الزائفة من خلال أنها توفر واحد المجموعة ديال الآليات والتقنيات اللي موجودة في مراجع ودي جيد اكسيتيرا، دونك اللي ممكن أنها تكون مفيدة لنا. هذا كل ما في الأمر. فيما يتعلق بالبرنامج ديال الشراكة ديالنا مع اليونسكو، فيتضمن تنظيم هذه الندوة ودورات تكوينية في مجال صحافة فحص الحقائق. أولا، انطلاق المصطلحيات المسندة إلى رئاسة النيابة في حماية الحقوق والحريات جعلت رئاسة النيابة العامة من التصدي لظاهرة الأخبار الزائفة التي تمس بالحق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة إحدى أولوياتها المرحلية، خصوصا في فترة الجائحة التي أصابت العالم ومنها جميع دول العالم ومنها المغرب، وكذلك في الفترات الاستثنائية التي عرفها المغرب في الأيام القليلة الماضية من خلال زلزال منطقة الحوج وما صاحبه من انتشار وتناسل للأخبار الزائفة والمضللة التي تمس بحق المواطن في الشعور بالأمن وتنشر الفزع بين الناس. على ضوء ذلك أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها إلى النيابات العامة بمهاك المملكة من أجل فتح أبحاث قضائية في حق الأشخاص الذين يقومون بنشر أخبار مضللة تستهدف ترويع الناس وتستهدف نشر الفزع بين عموم الساكنة المتضررة، وكذلك فهي تعمل على عرقلة مجهودات المؤسسات والفاعلين من أجل تخطي وتجاوز آثار الزلزال الذي أصاب هذه المنطقة، وبالتالي فالعمليات ديال المواكبة ديال المواطنين بحقهم في حصول على المعلومة الصحيحة تمت من خلال عبر رئاسة النيابة العامة من خلال إصدار بلاغات وكذلك من خلال إجراء لقاءات تواصلية عبر المنابر الإعلامية لطمأنة المواطنين ومواجهة تفشي هذه الدائرة الأخبار الزائفة خلال هذه الفترات الاستثنائية.